على ناصية الحلم تقاتل، هكذا عرفت عن نفسها الإعلامية والناشطة على مواقع التواصل أريج العبدالله، التي استطاعت أن تجذب اهتمام كثيرين بنشاطها على مواقع التواصل وليس بامتهانها الإعلام. أريج خرجت عن التصنيف بما تقدمه، فبين الموضوعات الإنسانية والترفيهية أو الخفيفة تنوع محتواها، بالإضافة إلى جلسات التصوير الخاصة التي تنشر بعضا منها على إنستغرام وتجد انتقادا طبعا كما الجميع في بعض الأحيان. أبدا موضة شهرة الأطفال، بالعكس أنا معاها، لازم يكون في أطفال مشاهير عشان يقدموا محتوى للأطفال الآخرين عشان يشوفونها. في النهاية كل طفل معاه جهاز، معاه آيباد، معاه جوال، أوكي، لكن الأطفال اللي طالعين في السوشيال ميديا مو جالسين يقدمون محتوى للأطفال، جالسين يقدمون محتوى للكبار. مو معقول أطفال عمرهم 5-7 سنوات يلطخون في ذا المكياج ويتابعوا لي فاشينيستات أعمارهم يعني فوق 20، ما يصير هذا الشيء. يعني من الأهل المفروض، الأهل اللي عندهم طفل مشهور المفروض يخلون من هذا الطفل نموذج للأطفال، محتوى للأطفال. برحب في الاستوديو بالعالمية والناشطة على مواقع التواصل أريج العبدالله، أهلا فيك معنا يا أريج. طيب خليني أبتدي معك من المحتوى اللي أنت بتقدميه. هذا المحتوى كان محل كثير انتقادات في الفترة الأخيرة، كان في حملة اللي هي حملة تبليك المشاهير، أنت كنت ضمن بعض الأسماء أو القوائم المتداولة على مواقع التواصل، هل تأثرتي بالحملة؟ أول حاجة أحب أوجه تحية لكل اللي يشوفونا، مساء الخير وشكرا سارة على هذه الاستضافة. قبل كل شيء، في أي مجال لازم يكون في ناس مؤيدة وفي ناس معارضة. وفي السوشيال ميديا في كثير أسماء انحطت كانت مظلومة، وأصلا ما كان في تقييم واضح لهذه الأسماء، فجزء يعني زي ما أقولك كل يغني على ليلاه يعني أو على هواه، فكل أحد صار يحط القائمة اللي هو يشوف نفسه ما تناسبه أو محتواها ما يناسبه. فغيري أنا أتوقع أغلب اللي في السوشيال ميديا نحطوا في هذه القائمة. تشعر أنك ظلمتي يعني؟ لا، كل واحد حر، كل واحد له وجهة نظر الخاصة. الشخص اللي يشوفني أنا ما أقدم له شيء أو ما أفيده من حقه يبلكني ومن حقه يسوي لي أنفولو واللي يبغى. لكن إحنا راح نتكلم عن الحملة شوية. طبعا هذه الحملة جلست يمكن أسبوع، فكان أكثر. فيها يس كان فيها آراء كثيرة، في منها أنا أتفق معاهم، هو موضوع إنه إحنا فعلًا يكون في انتقائية ويكون في تقنين لأي شيء، ما يكون الموضوع بهذا الشكل. لكن لما إحنا نرجع نناقش هذا الموضوع لازم يكون في مرجع أصلًا للمشاهير وفي قانون أو في بعض الإجراءات عشان إحنا نقدر نقول إنه هذا المشهور أو هذا الشخص جالس يخالف أو إنه أيوة. جالس يسوي شيء غلط. طب ما في قانون أصلاً يلزمه في أي شيء، حتى في الإعلانات ما في أشياء واضحة، في النهاية يرجع لضميرة وشخصيته. محتواك هادف بتشوفيه؟ أنا أقدم نفسي كما أنا، مرات أشياء هادفة مرات أشياء عادية، والناس حبوني بهذا المحتوى، فاللي يتابعني يتابعني أكيد لشيء معين. طيب. اللي يبحث عن محتوى في كثير خيارات وناس وجهات يقدر يتابعهم فيها المحتوى اللي هو يبغى. انت متعدده المواهب، يعني انت مثلا اعلاميه، ناشطه في مواقع التواصل، ناشطه في مجال العمل الخيري، وعندك كثير اهتمامات ثانيه. انت كيف بتحبي تشوفي نفسك؟ يعني لو سالتك اليوم انت ايش وظيفتك، ايش هي؟ مؤثره في مواقع التواصل، هذه الوظيفه الاساس او سيده اعمال؟ سيده اعمال، انا احب البزنس. طبعا للاسف انا ممكن ظالمه هذا الجانب في السوشيال ميديا، ما اتكلم ابدا ولا باي شكل الا بسيط جدا عن الشغل اللي احنا نسويه. عندي عده شركات وعده اشياء. هذه كلها من فلوس السوشيال ميديا؟ من قبل، واحده منهم شركات من 4 سنوات ما لها دخل. طيب. بس السوشيال ميديا طبعا يعني فرق كثير، ويعني صار في علاقات، صار في تسهيلات، وكمان الحمد لله فلوس كويسة، فقدرت إني أوسع شغلي بشكل أكبر، وما أحب أن أخلط السوشيال ميديا في الشغل العادي. طيب أريج، أنت قبل كم شهر صار اسمك ترند على تويتر، واحدة من الأسباب كانت أو السبب الأساسي هو في هذا الموضوع أنك أنت تبرعتي بكبدك لطفل أنت ما تعرفيه أصلا، صحيح؟ انت وقتها احنا حاولنا نتواصل معك وقتها وانت رفضتي الحديث عن الموضوع هذا. اليوم اتفقنا معك انه خلاص حنتكلم في الموضوع، وهذه صورتك وانت في المستشفى وصورتك ايضا مع الطفله. ليش عملتي هذه الخطوه؟ اول شيء الخطوه كانت يعني في بالي من زمان وانا مفكره انه هذه احد الاشياء اللي انا حسويها في حياتي، بس متى لمين كيف ما كنت عارفه. ف صار موقف معين وخلاني أقدم على هذه الخطوة،
فكنت ناوية أتبرع لشخص وهذا الشخص تأخرت أنا في التبرع وتوفى، فصار عندي ردة فعل سلبية إنه إحساس بالذنب. بالذنب. فبعدها قلت للمستشفى إنه أي أحد يجي يحتاج أنا موجودة. بعدين تواصلوا معي، طبعا أنا ما أعرف مين الشخص أو ليش أو كم عمره أبدا، ودخلت العملية وطلعت، وكان الموضوع مرة سري ما كان يعرف عنه غير الوالد وصاحبتي. اثنين من صاحباتي عرفوا في المستشفى لما كانوا معي قبل ما كان أحد يعرف، وكان يعرف مشعل. بعدين عرفت ملاك وما أدري، يعني أنا ملاك الحسيني، أنا ما عرفت إنه أصلا الناس عارفين إلا بعد 4 أيام، يعني بعد 4 أيام عشان عرفت إنه الناس عارفين، يعني ما كان عندي جوال ولا عندي أي شيء. أريش سريعا نبغى ناخذ والدة الطفل معانا. إذا أهلا فيكي معانا يا أم حمد. أهلا وسهلا. أهلا، كيف حال حمد الآن؟ الحمد لله في حالة كويسة. أول شيء أشكر قناة العربية لاستضافتي وترعى الموضوع الهداف اللي يخدم المجتمع والناس. هل انصدمتي لما جاتك أريج وقالت لي تبي تتبرع؟ أنا بصراحة لم أعرف من المتبرع من البداية، كان صدمة يعني في يعني عرفتها في آخر يوم لما قبل خروجها من المستشفى، لأنها رفضت من البداية إن حد يعرف من المتبرع. حبت فعل الخير للأخير يعني تسوي معايا، لأن أنا كنت فعلا في حال وضع سيء جدا، وابني في مرحلة الموت وفي حالة حرجة. كنت يا إشارة أعرف ماذا أفعل لهذا موجود متبرع. مريت في مرحلة صعبة جدا ومعاناة شديدة لولا عناية الله وتدخل أريج عبد الله في اللحظات الأخيرة. الآن الحمد لله حمد في أتم الصحة، في تحسن مستمر، وكل هذا بعد الله سبحانه وتعالى وفضل المتبرع أريج عبد الله وطاقم المستشفى. نعم. مدينة الأهل السلطان الطبية والدكاترة ومدير المستشفى، وشكرا للملك سلمان ولي العهد محمد بن سلمان وكل من وقف معي. نعم. في محنتي ومعاناتي. طب جميل جدا، نحن انبسطنا انه طمنا على حمد، وبنشكرك جدا على هذه المداخلة. كانت معنا أم حمد والدة الطفل اللي تبرعت له أريج. أريج انت الآن صحتك كيف بعد العملية؟ الحمد لله على طول. يعني العملية انا الشيء اللي حابة اوصله واللي خلاني اصلا اتكلم انه كثير مفاهيم الناس فهمتها غلط عن التبرع. يعني انا لما اقدمت على هذه الخطوة ما كنت عارفة اسأل مين اروح لوين، فجلست فترة طويلة، يعني أنا 4 سنوات تخيل الفكرة عشان قدرت أتخذ القرار، وأنا ماني عارفة إيش الأضرار الجانبية، كيف تتسوى، كم مدتها، ما كان في مرجعية واضحة. وبعد ما سويت العملية برضو الفكرة اللي كنت ماخذتها كانت فكرة مرة تخوف، وإنه العملية حتأثر علي وعلى صحتي وعلى حياتي، كنت خايفة. لكن بعد العملية أنا 5 يوم طلعت المستشفى، 6 يوم سافرت. أيوة ما شاء الحمد لله، يعني ما كان في أي أضرار جانبية، والآن أمارس حياتي طبيعية، أروح وألعب رياضة وأسافر وأكل وأشرب، ولا في أي أعراض نهائيا، حتى أدوية ولا أي شيء الحمد لله. ما شاء الله. الرسالة اللي أنا أبغى أقولها إنه سبحان الله لما أنت تعطي شيء ربي راح يبارك لك في صحتك وراح يبارك لك في أشياء كثيرة. فأتوقع أكثر سبب يخوف الناس من التبرع هو إنه صحتي إيش ممكن يصير. صح. فالآن مع تطور العلم نعم الموضوع بإذن الله بسيط. الحمد لله على سلامتك. سريعا نعم أو لا في عودة للتلفزيون؟ إن شاء الله قريب. قريب إن شاء الله. إن شاء الله. حنشوفك على الشاشة من جديد. إن شاء الله بإذن الله. نشكرك جدا على وجودك معنا. كانت معنا الإعلامية والناشطة على مواقع التواصل أريج العبد الله.